أنا أؤمن فقط بنظريات العمل. يعني جوتا قال، هو الفيلسوف الألماني والمستشرق الألماني الكبير، قال النجاح هو سبب ثلاث حروف: عين ميم لام. وهذه ثلاث حروف في اللغة الألمانية نفس الشيء، أيضا ثلاث حروف اسمه تون، يعني معناه العمل. الإنسان وقت ما يعمل أول شيء يصير عنده عملية تفريغ كاملة، ليس فقط الطاقة المبذولة إنما الفكر المتنشط. نحن دائما من خلال العمل ننور فكرنا. المعروف أن الإنسان إجباريا لازم يقرأ 1500 صفحة في اليوم عشان خلايا عقله تكون في تطور كامل. ونحن نعرف أنه مع الأسف في بلادنا العربية القراءة فد شيء حاليا يعتبر شيء منبوذ، يعني في ناس ما تقرأ ولا نص صفحة. إذا نحن لازم نغير هاي الأشياء نحو الأحسن، لأن نعرف أنه عاصمة الورق كانت بغداد. أو جعفر المنصور كان يخلي في خزينة الدولة ورق ولغى الذهب كرمز من رموز خزينة الدولة، لأن يعتبرون أن ذاك الورق ما كان يسموه ورق، كان يسموه قاغد. وقاغد الكاغد يعني بعدين ضيرت هذه التسمية، كان يعتبر أثمن ما موجود، والدولة تقاس بعدد الأوراق اللي موجودة فيها، معناها قدرتها على التعامل مع العلم. نحن ابتعدنا كل بعد. كان أجمل ما موجود في العالم الإسلامي هو الكتاب، فن الكتاب، وهذا الشيء كان دائما يمثل في القرآن الكريم. أجمل مطبوع، أجمل مكتوب، أجمل زخرفة. حاليا شوفوا الكتب العربية اللي تطبع بعيدة كل البعد عن المحتوى وعن الجمال، ونحن مبتعدين كل البعد عن الشيء اللي كنا نؤمن فيه، وهذا الشيء طبعا محزن. على العموم هذا الشيء بالضبط دفعني أنه أهتم في الخط العربي كجانب بسيط من جوانب فراغي، لأن أنا كنت بالضبط 12 إلى 16 ساعة أشتغل، وكنت أؤمن أنه في فراغ، يعني وكنت أهتم إضافة لذلك بالخط العربي، يعني لأن أنا كان عمري 6 سنين. الله يرحمه أبويا بعثني على الخطاط العراقي المعروف، الله يطول عمره ويزيد، من أمثالكم يوسف ذنون اللي هو أستاذ الخطاطين وعميد الخط، الله يحفظه، متواجد ويعيش حاليا في الدوحة. تعلمت منه الكثير، وأول شيء احترام القصبة. احترام القصبة معناه احترام المهنة. هو أعطاني نصيحة لي ولصديق آخر اسمه دهام محمد حنش، الدكتور دهام محمد حنش موجود في عمان، وهو رئيس كلية الفنون في الفنون الإسلامية، وكلية فريدة من نوعها ورائعة جدا. قال أنتم اثنين اتجهوا للبحوث الخطية. كنا شباب، أنا اتجهت في أوروبا للبحوث الخطية، ودهام لا يزال في البلاد العربية، وكتب أكثر من 12 كتاب في الخط العربي. أنا كتبي بالحقيقة أقل، فقط 7 كتب. على العموم في ألمانيا درست التربية، دراستي الأولى كانت التربية الفنية، والدراسة الثانية كانت التصميم. يعني الإنسان اللي يمدح في نفسه يذمها، ولكن من الدرجات اللي كانت ضعيفة عندي درجة واحدة كانت 97%، يعني ولا كل درجات كانت 100%، وكان عندي إصرار أنه لازم كنا، وأنا خجول وخجلان من نفسي أيضا أنه عندي درجة 97% وموجودة موثقة في شهادة تخرجي. وأعتقد الإنسان وقت ما يتعامل مع نفسه بوضوح راح يشوف أنه عنده مهام كثيرة لازم يحققها. بعد ما أنهيت دراستي أول شيء قررته مع نفسي أنه من هذا اليوم اللي أسلم فيه شهادة، وبعد ذلك ما